السلام عليكم يا محمد. انا مشكلتي ان جوزي دايما بيفتش في موبايلي، وانا والله ما بعملش حاجه غلط الحمد لله، بس ده معناه انه بيشك فيا، وبصراحه ما فيش اي اماره او اي حاجه تخليه يشك فيا. هو بقى من كتر ما بيسمع وبيشوف بقى دايما ما بقاش عنده ثقه فيا، وبقى دايما عاوز يفتش في موبايلي، لدرجه ان انا كمان بقيت افتش في موبايله. مش معنى هو يعني، بس حقيقي الحركة دي بتضايقني قوي. هكون بكلم مين يعني؟ أنا بكلم صحاب البنات، المفروض إن محدش يشوف ده. أنا عارفة والله إن هو جوزي وليه حق عليا، بس أكيد في حدود لكده، لأن صحابي دول استأمنوني على أسرارهم وعلى حاجاتهم. مينفعش هو يشوف كل الكلام اللي ما بيننا. هو سامح لنفسه إنه يعمل كده، كل اللي بعمله بقى مستباح إنه يشوفه بدون أي خصوصية وبدون أي ثقة فيا. حقيقي الموضوع ده أفقدني الثقة في نفسي، وحسيت إن علاقتنا بدأت تتدمر بسبب كده. أولاً خليني أقولك حاجة مهمة جداً، أي علاقة ناجحة لازم تكون قايمة على الثقة. الثقة هي الأساس المتين لأي علاقة، من غيرها مفيش أرض صلبة نقدر نقف عليها وإحنا مطمنين. وأي علاقة لازم يكون فيها الثقة أساس، لو اتهزت الدنيا بتتدمر حرفيا وعمرها ما بترجع زي الأول. تاني حاجة عايز أقولها لك، إن نفس السؤال ده اتسأل لدار الإفتاء المصرية، وكان الرد قاطع وحازم، إن تفتيش الزوج لموبايل زوجته وتفتيش الزوجة لموبايل زوجها بدون أي داعي حرام. واستندوا على الآية القرآنية اللي بتقول ولا تجسسوا، تفتيش الموبايلات يعتبر تجسس، والتجسس دايما اخرته شر وخراب، لانه بيفتح باب شك وريبه مستحيل تكون موجوده في اي علاقه سويه. ونصح دار الافتاء باننا بدل ما نفتش نبني جسر الثقه افضل، نخلي العلاقه تكون اقوى وامتن، علشان ما نوصلش في النهايه لطريق مسدود وهو الطلاق، وساعتها الأطفال هيواجهوا مصير صعب في الدنيا بين أسرة مشتتة، فأغلبهم بيطلعوا ناقمين على نفسهم وعلى الدنيا، مشتتين ومش حاسين بذاتهم أبدا، لأنهم ما تربوش في بيئة آمنة سوية فيها ثقة متبادلة بين كل الأطراف. وكمان استندوا على الحديث الشريف اللي بيقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بينهي عن الظن اللي هو الشك، لأنه بيفتح أبواب التجسس، والتجسس بيفتح باب شك أكبر، وبتنتهي العلاقة بالفرقة بدون جدال. وعلشان نحافظ على تماسك البيت وعلى الحب لازم تكون ثقتنا في محلها، لازم نطرد أي أفكار شيطانية الشيطان عايز يدخل منها، ودي أفضل تفصيلة ممكن يدخل منها الشيطان علشان يخرب أي بيت، وعلشان يهيئ لكل واحد فيكو إن التاني بيخون. وهنا بقى تبدأ الخناقات والمشاكل والمصايب اللي بنشوفها كل يوم وبنسمعها على كل لسان. دايما قدموا بالخير، طالما اللي اختار عن قناعة ورضا يبقى لازم يثق في التاني، لأن الأصل هو الثقة والشك دايما استثناء. ما ينفعش نخلي الشك هو الاصل بمبرر اللي احنا بنسمعه او بنشوفه اليومين دول. القاعده اننا واثقين امنين وعارفين ان اختارنا صح، وان كل الهواجس دي ملهاش اساس من الصحه. ولو حسينا باي حاجه من فعل الشيطان نغلبه ونردم على الافكار التراب، وما نخليهاش تطلع برانا ولا تعكس علينا بتصرفات هتهد كل اللي بنيناه. وصيتي ليكو، اقعدوا مع بعض، صرحوا بعض بالحقيقة، وقتها حقيقي كل واحد هترجع الثقة في نفسه، لأن اللي بيشك في غيره بيكون مهزوز الثقة في نفسه في المقام الأول. باب الشيطان مقفول، بلاش نفتحه بإيدينا، والتفاصيل الصغيرة دي بتجيب كوارث أكبر. وإحنا اللي بنديله الفرصة، نديله الفرصة يعمل اللي هو عايزه، يأذي ويفك أسر، يفرق بين الراجل ومراته،
يضل الناس ويدمرهم. ابعدوه عن حياتكم وتغلبوا عليه بالإيمان والثقة. الثقة أهم قفل ممكن تقفل بيه باب الشيطان للأبد. استنونا.